وينضم إلينا المحلل الاقتصادي الأستاذ يونس الكريم للتعقيب عن العقوبات التي تطال المسؤولين السوريين. أستاذ يونس، عقوبات جديدة تطال مسؤولين للنظام ولكن من كندا هذه المرة، ماذا يمكن أن تفيد هذه العقوبات؟ مساء الخير للجميع المشاهدين. أحب أعلق هون أنه الخطوة اللي قامت بها كندا هي خطوة مهمة في حال توفر معارضة سياسية حقيقية للاستفادة من هذا الحدث. نعم. لذلك كندا هي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبعة، وهي أهم مجموعة تحكم بموارد الاقتصادية على مستوى العالم، وبما أنه هي عضو فعال في هذه المجموعة تستطيع الضغط على باقي الأعضاء، كما أنه هي عضو بمجموعة الثمانية والعشرين والحلف الأطلسي وإلى علاقات دولية كبيرة جدا. لكن هذا الأمر منوط بوجود معارضة سياسية حقيقية للنظام الموجود بدمشق للاستفادة من هذا الحدث. لكن للأسف حتى الآن إحنا ما عم نشوف أي وجود أي معارضة سياسية فعالة، كل ما نجد أنه هي عبارة عن تصريحات هون وهنيك، فهذا ما بيقود لعمل سياسي حقيقي يثمر. وبالتالي اللي صار انه كندا حتى اخذت قراره وامريكا اخذت نفس العقوبه، كله نستطيع انه نتصور انه هي عباره عن توجيه لنظام الاسد لئلا يتجاوز الخطوط الحمر الدوليه، وبالتالي عدم حدوث اي انقلاب للراي العالمي ضد بشار الاسد. نحن نعلم حتى الان انه بالراي العالمي وجود انقسام باتجاه نظام الاسد، هل هو نظام يجب محاكمته وازالته أم أنه الاستمرار والتعامل معه بالحدود الضيقة لمحاربة الإرهاب المتمثل بداعش وجبهة النصرة وما إلى ذلك. فهذا الموضوع عدم وجود معارضة سياسية حقيقية تستثمر هذه الخطوات كلها اللي عم تصير على الساحة الدولية، لا نستطيع أن نقول أنه فعل كندا هو أكثر من توجيه لوم لنظام الأسد أنه تجاوز الخطوط الحمر. حتى انه العقوبات كندا اللي هي خاصه بمجموعه الشركات بما لا يتجاوز 27 مسؤول، هل هذا الفعل كافي لتقليص قدرات النظام الاسد السياسي العسكريه؟ نحن اذا بنشوف انه هي عضو الدوله بالمجموعه السبعه اللي نفسها موجود فيها بريطانيا، اللي اعطت لرئيس نظام الكيماوي الجنسية لابنه وشقيقة، وبالتالي هذا الأمر ما عم يستثمر من المعارضة. المعارضة الآن تنتهي بمواضيع كثير، منها موضوع المدن، اتفاقية المدن الأربعة وما أثرت على التغيير الديموغرافي السوري. نعم. يعني ولكن الخارجية الكندية قالت إن هذه العقوبات استهدفت كيانات وشخصيات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، كيف يتم تخمين ذلك عند فرض العقوبات؟ الامر يتم عن طريق العلاقات، يعني هم فرضوا على مثلا على شركه سيجماتيك اللي هي تعمل بمجال الدهانات، وبالتالي اعتبر انه مجموعه من المواد الداخله في هذه الاستخدامات هي تستخدم للطبيعه المزدوجه. هذا الامر او تمويل الابحاث مركز البحوث العلميه اللي التابع لتطوير الانشطه الاسلحه للنظام، هذا الامر كله يعني بالغالب هو مجموعة قاصة، لأن أوراق بنما إذا نتذكر السنة الماضية لمجموعة جروب أريج استطاعت أن توضح كثير من الشركات الخفية للنظام، لكن لم يتخذ المجتمع العالمي المجتمع الدولي أي عقوبات تجاه تلك الشركات. يعني لا زلنا نجد أن محمد حمشو رفع عنه الحصان ثم أعيد ثم إعادة ثم رجع رفع عنه، وهو داخل في محاكم مع الاتحاد الأوروبي لإزالة اسمه من قائمة السوداء، كذلك بأمريكا، وكثير من رجال الأعمال الذين يعتبرون من صميم النظام الأسد وآلات التدمير لا زال يتحرك بأريحية بالنشاط الاقتصادي ويمول الآلة العسكرية للنظام. حتى أنه أنا أتذكر أنه بال 2012 قال لي أحد الضباط في بداية قال أنه النظام الأسد في حال توقفه عن منحنا رواتب ننقلب عليه، وبالتالي نجد أنه لا زال النظام الأسد متماسك مالياً بدعم من أصدقائه، دعم من القوى الدولية التي تسمح له بتأمين لا زال العملة الصعبة، بتأمين رواتب، بتأمين استمرار حياته. حتى الآن جميع العقوبات هي لم تصيب الهيكلية المالية الجوهرية للنظام، إنما عم تصيب
الطوارئ الأطراف، وبالتالي هذا الأمر أنا أعتقد أنه لا جدوى منه طالما لا توجد معارضة سياسية تستثمر هذا العمل وتضغط على باقي الدول بالمجموعة 28 أو حتى 7 لتقليص القدرات المالية للنظام الأسد وأعوانه. كما أنه أنا لا أشوف أنه إذا فرضوا على مجموعة هون ومجموعة هناك أي نعم دور أي دور سوى بتأمين جزء من الإعاقة بتأمين جزء من السيولة، لأن النظام الأسد عم يشوف خطوات أخرى بتأمينها. نعم وصلت الفكرة الأستاذ يونس الكريم المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.